أسألكم بالله، ألا تستحق الحياة الأخرى أن نفني من أجل الحياة الأولى؟ كم نعيش؟ أكبر واحد كم يعيش؟ اللي يوصل اليوم 90 سنة يكتبون عنه في الجرائد يقولون معمر، وصل 90 أشغلونا، 90 سنة 100 سنة قالوا معمر. يا جماعة ترى الحياة في البرزخ قد تكون أطول من حياتك في الدنيا مئات المرات. اسأل أبوك عن جدك وعن جد جدك متى ماتوا، كم لهم في القبور؟ تلقاها عاش 30 سنة في الحياة، 40 50، واليوم له 200 و300 سنة في قبره، والله أعلم متى تقوم القيامة. وإذا بعث من في القبور بعثنا إن يوما عند ربك كألف سنة، والناس يقفون يوم المحشر 50 ألف سنة. ما تستحق حياة القبر هذه إنك تفنيها لله؟